السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في انطباع مانجا ون بيس الفصل 871 قبل الحرق وقبل كل شيء. هذه الحلقة برعاية متجر وقناة يوتيوب انمي سيتي، مدينة الانمي. متجر مدينة الانمي، متجر لكل عشاق الانمي. ودا والله العظيم ما اتفقناش على الكلام ده، والله ما بيصحش اللي انت بتعمله ده، ما بيصحش في حقي. انا بتعمل فيها كده يا اودا؟ ليش؟ على العموم، قبل لا احرق على عشاق الانمي لازم نعيد ونأكد في الحلقه هذا نتكلم عن مانجا ون بيس، عدد لم تصدر حتى الان في انمي ون بيس. سكر الفيديو الان افضل لك وخلونا نبدا. طبعا راح نتكلم عن فقعه الوجه لما نوصل لها. حاليا خلونا في المهم والمفيد، نحن نحلل الفصل صفحه صفحه ونبدا بصفحه الغلاف كالمعتاد. بارتلميو قاعد يبيع منتجات ويسوق منتجات. حسسني كأن احنا متجر يا شو، قاعد يسوق البسترات والميداليات حقت شعر لوفي. فعليا لما الشخص يحب شيء ما يحب يسوق له، يعني سبب اللي يقول لك مطبلين او ما ادري ايش حق اي انمي، سواء ون بيس، هجوم العمالقه، توكيو غول، ايا كان الانمي اللي انت قاعد تطبل له على قولتهم، او كينجدوم زي ما الناس يقولون انا اطبل له، مو لاني انا اشوف ان الانمي ذا افضل من غيره، لا، لاني حبيت الانمي وابي غيري يشوفونه او يحبونه. فنفس الشيء بارتلومي يكون حاليا حب لوفي، حب مو طبيعي، لوفي سمباي، فمعتبره الاب الروحي له، وحط مجسم على السفينه فقاعد يمشي ويبيع، وغصب عليك تشتري. يعني شوف وجيه الناس اللي قاعدين يبيع عليهم مطقوقين من فقع وجههم، فقاعدين يشترون غصب عليهم، مو بكيف، من مجرد قرصان او رجل عصابات مافيا الى تاجر قاعد يبيع شعار لوفي. يا ما اقول لكم، انا كده منتظر الكاتب وين بيوصف الحدث هذا في القصه دي صراحه. برتلومي هذا لا، جنون بكل ما تعني الكلمه. جايبين لك الشايب ماسك الميداليه الكبيره، ويعني برتلومي يسوق عليه المتسجل، ها تبي هذا الصغير، يقول لا خلاص شريت الكبيره، يعني خلاص ارحمني، ويقول ها خذها. بدا الفصل من الصفحه الاولى، وكابوني بيك قاعد يطلق من يده او من كتفه، طقطق طلقات مدافع على اساس انه يدافع ويقاتل ويدعم سيزر، وقاعد يصرخ على سيزر يقول له سيزر اهم شيء بس حاول انك تقطع المسافه، يعني تطلع من فوق القصر وتتعدى مساحه القصر، يعني سطح القصر البيج مام، وتوصل الجهه الثانيه، بس عدنا من المنطقه دي بعدين نتفاهم. طبعا تعليق المحرر كاتب سيزر حاليا يمسك باحلام وامال الطاقم فعليا حرفيا، يعني هو ماسكهم بيده وقاعد يطير بهم، هم هو حلمهم الوحيد واملهم الوحيد بالنجاة والهروب سيزر. ويجيك الرد من سيزر باغتضاب، هذا اللي انا قاعد احاول اسويه، تظن مهمه سهله يعني مع وجود هالوحوش اللي محاصرينهم من كل جهه. طبعا كانوا جايبينهم بطريقه، لو قلنا ان هذا سيزر منطلق، الابن الاول اتش جي ونيجي واقفين منه قاعدين يحمونه من الجنب على اساس لا احد يهجم عليه من الجنب، يصدون الضربات اللي قاعد تجي عليه من الجنب، وجاجي ويونجي قاعدين يحمون ظهره على اساس لا احد يهجم عليه من الخلف. وفي مواجهة البيج مام، يعني في المؤخرة كل شينا في وجه البيج مام، لو أنا البيج مام مثلا، سانجي ولوفي وريجو. طبعا على يمين البيج مام كانوا جايبين سموذي، وجايبين أيضا ماندور لازال صاحي، ما أغمى علي حتى الآن، كل التوقعات الكاتب قاعد يأخذها بوف. يا ليت على التوقعات يا أخي، خمس جبهتي خرق لي جبهتي. ليش يا هودة، ليش يا ظالم؟ لما نوصل لها نتناقش، لما نوصل لها. طبعا اللي ما دقق، ماندور كان واقف او طاير على الكتب حقته، يعني لازال بيستخدم عالم الكتب حقته، ما شفنا استخدم منها شيء، ولكن انه مستعد للقتال. ويجي اللعين بيروبروس ماسك الحلاوه، بس يلعقها حلوه تطلع كذا كاندي وول، طلع جدار كامل من الحلوه في وجه سيزر، وسيزر يقول هذه نهايه العالم، وداع لي العالم القاسي. خلاص شاف الموت قدامه، سيزر شاف الموت قدامه. في هذه اللحظه يونجي ونيجي وإيتشي جي كلهم، كل واحد منهم طبعا إيتشي جي ويونجي بأيديهم بقبضتهم، ولكن نيجي قاعد يستخدم ركلته رجله، كل واحد منهم ضايف قدرته الخاصة على الضربة، وبلاك بوغ هذا بالإنجليزي، طبعا ترجمتها بالكانجي يقول لك إنه معناتها الألوان المجتمعة، يعني ضربتهم تجمع الألوان، يعني ضربة تجمع الألوان كذا بوغ، وتبوف كسروا الجدار فعلا. يعني فعلا دعموا سيزر انه اكمل طريقك يا سيزر، فتحنا لك الطريق. ولا سيزر دموع عصابه كذا وهو يرقى فوق جدار الحلوى، فرحان رجع للامل من جديد انه يهرب. ويشوفوا لك اللي داخل بطن سيزر قاعدين يراقبون الاحداث، فيتو قاعد يقول لقد فعلناها، عبرنا من الجدار، احسنتم يا ابطال الجرمه، هو يعشق الجرمه طبعا. ونامي تشجع سيزر تقول احسنت يا سيزر، استمر معنا كلازل تحثاله.
يا اخي ارحمي يا اخي، هذا قاعد يحاول ينقذكم، ليش انت عليك كذا يا نامي؟ ليش جايبين لك سيزر طبعا ماسك كابوني وقاعد يقول لم نتعدى اسوار السطح حتى الان، لما نتعدى سور السطح بعدين نقدر نفرح ونقول احنا اصبحنا رجال احرار، يعني لا تفرحون انتوا الناس على الفرحه. وجايبين لك طبعا ايجي على يمينه ونيجي على يسار الطايرين ويطلقون بالمسدسات يدافعون ويقاتلون بكل ما اوتوا من قوه، ويجيبون لك هنا الديف ليد قاعد يطل من فوق السطح على صندوق التابي تي بباكو، واللي قلنا نقول ليش ما فجر انفجر اثره، ما سقط الى اسفل شيء، سقط الى الدور اللي تحته. القصر عباره عن ادوار كل دور اصغر، فانت في القمه يوم طاح طاح على الدور اللي تحته اللي يعتبر اكبر شوي. وجايبين لك صندوق التابي باكو يلمع عليه نجمات كذا طالعه، يعني انه قاعد يغري دفليد، ودفليد قاعد طالع فيه يقول كنز البحر العالم السفلي مع اني قادر اشوفه، ليش طاع في الدور اللي تحت؟ شو اسوي يا عين؟ انقز اروح لتحت خاطر، يعني لقفزت من الدور اللي فوق لو سقطت بتسقط انزل شيء بتموت، فهو بس يبي ينزل دور واحد ما يبي يسقط. شوي الا تطلع له ستيسي من خلفه كذا تقول له ديفليت ايش تبي تسوي بذا الصندوق؟ ويرتعب ديفليت، ها ستيسي كنت قاعده تراقبيني، يعني ما كان يدري، كان يظن انه ما حد يشوف ولا حد يدري ايش اللي صاير. في اللحظه هذه ما روعته الكعكه او الحلوه اللي كان واقف عليها طرف قمه القلعه تكسر، طاح وسقط هو وياه. المفروض انه سقط يعني خاف خلاص بيموت، ولكن من حسن حظه انه سقط جنب التبي ماكو على طول في الدور اللي تحت، ويقوم على طول ديفليت يقول ها سقطت المكان اللي كنت ابيه، حان الوقت اني اشوف ايش اللي داخل ذا الصندوق ده بيفتحه، هل هو حقا ثمين؟ يعني هل اللي داخله شيء ثمين؟ تو بيفتح شيقوم بشم طلقه المسدس حقه السي بي 9 روبلوتشي كان دائما يستخدمها ضد لوفي، يسوي طلقه كذا بوف يطلقها. حتى الان انا ماني بعرف حتى تقنيات السي بي 06 اللي من بينهم كان ركل الهواء اللي تعلمها سانجي، كان واحدة من تقنياتهم الشيقان كذا انه يطلق صبعة بالتصلب او شيء زي كذا، طلقة تصلب او طلقة هواء ما ادري، المهم انه زي الرصاصة تنطلق. اخترق الظهر ديف ليد من الخلف فسقط ديف ليد على الصندوق، ما طاح الصندوق ولا طاحه بس انه سقط عليه، يعني زي ما تقول كان بيفتحه بس طاح عليه وسكره، ما انفتح الصندوق حتى الان، الكاتب لازال يلعب في اعصابنا على الصندوق هذا. وتقول بكل برود اعصاب لا اظن انك انت تستحق انك تفتحها، حكومه العالم هي الوحيده اللي لها الحقيه ان تعرف شو اللي داخل الصندوق وتحصل على الصندوق هذا، يا ليت انك تاخذينه فعلا وتودينا لهم ينفجر فوجيهم ونفتك منهم، ولكن لا للاسف مو بهذا اللي بيصير. على العموم اكملت كلامه قالت له يا صديقي الاحمق الميت، ولكن في النهايه انت راح تشيل اللوم كله انك انت اللي سرقت الصندوق، يعني انا باخذ الصندوق بودي حكومه العالم ولكن بلقي باللوم عليك انك انت اللي سرقته قدام العالم كله، اللي سرق صندوق التبي ماكو مو بحكومه العالم ولا السي بي زيرو، لا دي فليت. وفي هذه اللحظه يظهر تعريفها من جديد، التعريف الحقيقي حق هذا الكاتب صراحة في الحدث ذا مو راضي يعطينا ولا شخصية بتعريف الحقيقي، ترى حتى هذه اللحظة بودينج ما ظهر كارت التعريف الرسمي حقه، علم ومش ذا الموضوع، خلوا بودينج على جنب حاليا، خلونا في ستيسي. الاسم المستعار حقها واسم الشهرة حقها الأليس ملكة عالم المتعة ستيسي، ولكن المنصب الحقيقي حقها ايش؟ عميلة استخبارات للسي بي زيرو أجيوس ستيسي، يعني اسمها زي ما هو ستيسي هنا وستيسي هنا، ولكن يعني منصبها في العالم السفلي مجرد كفر غطاء عساس ان الناس ما يعرفون انها من السي بي زيرو. فعلا زي ما قلنا الكاتب ما اظهر الشخصيات دي كلها الا لها دور مهم، دي فليت حاليا اللي كنا نظن اهم شيء طلع مزبلة ولا لها لازمة ومات اساسا، او يمكن ما بعد يموت، المهم مش موضوعنا دي فليت حاليا، المهم ستيسي اللي كنا نقول مجرد متخصصة في عالم المتعة وفي العالم السفلي للمتعة والبلاجر والحركات هذه، طلعت عميلة استخبارات يعني تجمع معلومات، تجمع انتليجنس معلومات حق حكومة العالم وحق السي بي زيرو. لما يقول لك انتليجنس اوبريتيف يعني انها مش قتالية بحتة، هي هدفها بس جمع استخبارات، جمع معلومات عن طريق علاقاته والكونكشنز اللي عندها في العالم السفلي. كان في توقعات كثيرة جاتني من الجمهور ان العالم السفلي، قريتها في الكومنتس، قريتها في الواتساب، قريتها في السناب شات، في كل مكان جاتني ان العالم السفلي ذيلي في منهم كم واحد من السي بي زيرو، وفعلا حاليا السي بي زيرو طلعوا موجودين داخل الحدث. هل راح يتدخلون في الاحداث القادمه يعني بعد فصل فصلين، ولا بس مجرد ستيسي كانت هدف انها تسرق الصندوق وفقط؟ وهنا اكملت كلامه ستيسي قالت او على الاقل هذا الخبر اللي راح تنشر انت يا مورغانز كدعم او خدمه لي انا، اليس كذلك؟ بمعنى ان مورغانز فعلا يعرف ان ستيسي من السي بي زيرو، طبيعي طبعا لان حكومه العالم لها علاقه قويه بمجله وورد اكونومي نيوز، المجله اللي يراسها مورغانز، وهم اللي شروا الوونتد حق سانجي انه اونلي الايف، فمورغانز عنده كونكشنز، ستيسي عنده كونكشنز،
العالم السفلي كله مرتبط. لما جابوا لك مورجانز يقول دامت اللعنه يعني اكتشفت اكتشفت اني قاعد اراقب. طلع لها مورجان وقال اي اكيد اللي تبيني يعني حاضر، بس لازم تخليني اصور شو اللي داخل الصندوق، يعني لازم انا اصوره واطلع بالاخبار نديف ليد سرق اللي داخل الصندوق بلا بلا كذا بالهيدلاينز على قولت. ردت سيسي قالت اي عادي اذا كان كل اللي تبي بس تصور صور ما عندي مشكله، بس في النهايه المحتوى بيروح لحكومه العالم، يعني انا بودي حكومه العالم. وقاعده تكمل تقول يعني يا لك من رجل غريب، كل اللي يهمك بس انك تاخذ معلومات وتتحكم في المعلومات فقط لا غير، يعني انت فعلا انسان متلاعب بالمعلومات تتلاعب بالحقائق. قال لها لا لو سمحتي انا رجل اخبار واقاضيش لو غلطتي عليه وقلتي الكلام. الشرف الصحفي حقه اشتغل فجاه. وفي هذه اللحظه ديف ليد مثقل شوي على صندوق التبي ماكو وقاعد يزحف بو طاح الصندوق فوق القص. حرام عليك يا هدى، لنا اكثر من شهر حاليا وانا قاعد اقول الصندوق بينفجر ما راح ينفجر، بينفجر ما راح ينفجر، طاح طار ما طار طار. والله تعامله نفسيه يا اخي، والله والله العظيم حرام عليك يا اخي. طبعا هذه يسمونها من فنون الحبكه، انك يعني تخلي الشخص واقف على اعصابه حتى اخر لحظه بعدين تشوف طين طاح الصندوق فوق. وينتقل المشهد عند البيج مام وهي تشتعل من الغضب وتقول انت قلت لي يا منك جزيرة اليوج انك بتفقع وجهي بتطقني بتهزمني، تعال ورني من راجلك يا لوفي. طبعا كل كلامه كان استفزازي لان سانجي كان ماسك لوفي ويركض ابا ويحاول يهرب ابا مع ريجو مع كل الفرق اللي قاعدين يهربون. طبعا كل نعرف ان سانجي عنده قدرة القفز على الهواء انه يطير على الهواء، فلو كان ماسك لوفي يقدر يطير فعلا زي ما سيزر قاعد يطير ويهربون كلهم. هذا الخطة الأساسية للهرب، أهم شيء إن إحنا حمينا ريجو حين بنهرب. والبيج مام قاعدة تستفز لوفي، تكمل كلامه وتقول قلت بوت باس ها، قلت بتفقع وجهي وعلى هذه الجزيرة، قلت أنا اللي بنتصر في الأخير. طبعا هذا كلام لوفي في السجن يوم كان مسجون في الكتاب في عالم الكتاب حق ماوندور، كان يقول يهدد البيج مام ويكلمه ضد مشي تعال هنا بفقع وجهك ولا تفرحين أنت مش يونكو وما أدري إيش بلا بلا الكلام ذا كله، في النهاية أنا اللي بكون المنتصر. وقاعدة تكمل كلامها البيج مام تقول كل الكلام وكل الزعاطة والنفخة والكلام التهديد هذا وحين قاعد تهرب مني يا جبان، قاعد تستفزه بكل يا جبان. سانجي قاعد يقول حق لوفي وماسكه كذا قاعد يركض فيه يقول له لا تستفزك لا تستفزك لا تطوع ترى قاعدة تستفزك لا تنجر وراها لا تقع في الفخ وتاكل الطعم اللي قاعدة تعطيك اياه. تقول عني جبان؟ والله لا الكمال اكبر واحد على الاقل. ويتحرر من سانجي وينطلق عليها ويصرخ سانجي هاي لوفي تعال يعني مو هذا وقتك. ويقول لوفي بكل فخر وغرور واعتزاز يا الكار اودا والله ما اتفقنا على هالكلام، كل اللي قلته انا صح ولا في شيء منه غلط يا بيج مام، من سيكون ملك القراصنه في النهايه مو انت هي انا اللي بصير ملك القراصنه. وعلى طول جير فورث، مع ان هذا اكبر خطا لانه سوى مود الباوند مان، توقعت انه يطلع بمود جديد، يعني شفنا مود الباوند مان ومود تانك مان. الباوند مان ما فادك ضد كراكر، شلون بيفيدك القائد الثالث حقه؟ شلون بيفيدك مع اليونكو نفسها يا عالم؟ مستحيل يفيد مع يونكو نفسها نفس يا يعني انك تطلع مود جديد غير خامس ايقاظ شيء من هالقبيل، ولا ما بينفع تسقط يونكو بنفس التقنيه اللي تقاتلت بها دوفلامينجو. حتى كراكر ما قدرت تفوز عليه بتقنيه الباوند مان، ما قدرت تفوز عليه بالمود الجديد اللي هو التانك مان. المفروض يطلع المود الثالث الجديد اللي ما شفناه، الجير الخامس، الإيقاظ، أي شيء رحم والديك، مو بنفس التقنية نفسه نفسه نفسه، مستحيل تنفع مع البيونكو مستحيل. والدليل على ذلك إن البيونكو كانت تضحك ها 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 وحطت الحك في يدينها الثنتين وقاعد يسوي لك مع حقة الخاصة أنا من سيكون ملك القراصنة بوف. البيج مام حتى ما صدت يده بلاك مام، ما صدت يده بكذا، حتى بلاك مام كذا بس حطت يده كذا صدت اللكمة، بس واضح ان الضربة كان فيها حكي ملكي. والدليل ان اغلب الموجودين حول البيج مام الضعافة بدأوا يتساقطون ويطيرون من قوة اللكمة من قوة الهواء اللي طار. هنا النقطة التي في المحك واللي انا كنت معترض عليها والكاتب فشلني بكل ما تعني الكلمة، كلمة لوفي بعد ما اسقط كايدو الدور عليش انت ليش ليش يا هودة ليش ما اتفقنا على هالكلام، خلاص جاي وبيتقاتل معاها ليش هو قاعد يقول عطني لكمة وقاعد يقول بفقع وجهي وقاعد يقول انا اللي بنتصر ليش تخليه يقول ذا الكلمة ليش؟ معنى الكلام هذا كله ان لوفي حاليا جا بس يعطيها لكمة واحدة فقط مو بنية انه يقاتلها او يسقطها، والدليل الكلمة اللي قالها بعد كذا. ادري انه في كثير بيقولون لا ما الكاتب عاوز كذا،
الكاتب عاوز ان البيج مام ما تسقط الحين، او اذا بتسقط ما تسقط على يد لوفي الحين، والدليل ان لوفي استخدم نفس التقنيه اللي استخدمها على دوفلامينجو مش حتى على كراكر. كان يمدي يطلع تقنيه جديده، لا عاد يقول لي ان هذا كل تقنيات لوفي. بتشوفون لما اروح حدث وانو بتشوفون ان لوفي عنده تقنيات اضافيه، يمكن جير خامس، يمكن اوريدي اتقن الايقاظ، ممكن عنده مود رابع وخامس، ثالث ورابع وخامس، مودات زياده في نفس الجير فورث حقه، مدمج اي شيء. يعني الضربه اللي اوجهها له نفس الاكمل اللي ضرب بها دوفلامينجو، اسقطه بدوفلامينجو. مستحيل انك بتسقط اليونكو بنفس الاكمل اسقطه بها شيبكاي، مستحيل. والدليل كلمته انه قال بعد ما خلص من كايدو برجع لك. يعني انا هذا الهدف من الاكمل دي بس مجرد اني ارد عليه شيء، اني انا مو قاعد اهرب منش، انا بجيش وبسقطش ولكن بعد كايدو. هل الكاتب فعلا بيخلي لوفي يرجع للبيج مان بعد كايدو، ام ان بعد الحدث هذا راح تسقط بطريقه او باخرى، بيكون في تدخل؟ هل لا زال خيار احمد معاذ التحالف مطروح على الطاوله؟ هل نهايه الحدث بيتيب تحالف بمعجزه انبليفبل تصير بتدخل احد وبعدين يصير تحالف؟ اي دونت نو، ولا بيعرف ولا بيتوقع في ذا الحدث. خلاص توبه توبه، من حبكم يا زين عزلنا، ما ابي اتوقع في ذا الحدث نهائيا. طبعا هنا على طول سانجي قبض لوفي من رقبته كذا، من طاقته من ورا، يلا خلص امش. ولوفي كان يقول اوه انا افقد القوه، يعني حتى الهكي اللي عنده ما قدر يساعد لانه يلكم لكمه واحده بس. انا مو قاعد ابرر لوفي، لوفي صراحه يعني انهزم هزيمه النكره حاليا. لو القتال استمر، لو انه يعني اللي بيصير بعد شوي ما صار، اهانه بكل ما تعنيه الكلمه. الكاتب اهان لوفي اهانه مو طبيعيه في الفصل هذا، ولكن بتكلم عنه في نهايه الفصل، ما بعلق حاليا، خلونا نخلص تحليل المانجا ونتكلم عنها في الأخير. لوفي بدأ يفقد طاقته، والهكي كله طلع منه وفش من جديد ورجع وضعه الطبيعي. والبيج مام هنا علقت تعليق أسطوري يفسر بتفسيرين، بس خلينا نقول شنو التعليق. أول كايدو وعلامة استفهام، مم 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 أنتوا مستحيل تسقطون ذلك الشيء. ما قالت ذلك الإنسان، ما قالت ذلك الكائن، قالت ذلك الشيء، that thing. هذا طبعا ترجمة مانجا ستريم، تعتبر مانجا فانز. بنتظر ترجمة فيز ميديا الرسمية عشان أعرف شو اللي قالت البيج مام في الكلمة هذه، لأن الكلمة ذي يبنى عليها شغلات كثير قدام، فكلمة مهمة جدا. طبعا معنى كلامها شغلتين، تفسر الكلمة ذي بشغلتين، يا أما أن محتقرتهم جدا لدرجة أنكم مستحيل تفوزوا على ذاك الشيء، يا أما أن كايدو حتى هي تعرف أنه شيء قوي ومجنون اصطدمت معه من قبل، وتعرف أنه مستحيل حتى لو أنتوا أسقطتوني ما بتقدرون تسقطون ذلك الشيء. كلامه يفسر على المعنيين هذا، يا أما احتقار لكم، والكلام اللي قالته بعده يدل على أن احتقار لهم أكثر من كون أنه يعني تعظم في كايدو ذاك التعظيم. أكيد أن كايدو قوي من تهم الكلام، ولكن هل هي قاعدة تعظم في كايدو حاليا؟ أم كلمات مبنية على احتقار لوفي؟ لأن بعدك ملت قالت زي ما قلت لكم ولا تحلمون أنكم راح تهربون من مملكتي هذه، بتطلعون منها على جثتي على قولتهم. طبعا كلنا عارفين في النهاية بيهربون بطريقة أو بأخرى، بيهربون بتدخل بانفجار بتحالف أيا كان، بيطلعون بيروحوا مملكتهم منتين من ذا الموضوع. هذا الشيء بيصير ولكن حاليا هي في حضماته في جبلته تقول من قص عليكم خدعكم وقال لكم تقدرون تهربون من مملكتي إلا بمعجزة. طبعا المعجزة بتصير في الفصل الجاي اللي بعده. على العموم خلينا نكمل. في اللحظة اللي كان سانجي ولوفي وريجو قاعدين يهربون ينطلقون، مر بجوارهم شيء كذا زي اللي طاير من قوة انطلاقته واندفاعه، ألا وهو جاجي. وفعلا كانت يعني زي الهواء ومؤثر الهواء يطلع من تحت رجوله، لأنه كان مندفع بقوة صاروخية وتواجه مع البيج مام، لأنه هو حاقد على البيج مام، كانت تبي تقتاله وتمحي حلمه وخلته يبكي بكاء الطفل. هنا طبعا جاجي ألقى معلقة كاملة من الكلام الحقد، أحلامنا التي ضاعت وصارت مثل التراب في الهواء بسببك، حلم اللي أتعلق 66 يوم، يعني أظن 66 يوم هذه فترة اللي اتفقوا فيها على التحالف وزواج سانجي وجيبة سانجي وما إلى ذلك. ذا الكلام ذا كله إحنا اللي وثقنا فيه وعلقنا عليه أمال دامت 300 سنة. هل المقصد من الكلام هذا أنه من قبل 300 سنة كان يحكمون الملك الأزرق الشمالي، أم أن عائلة الفينسموك حكمت الأزرق الشمالي لمدة 300 سنة قبل لا يخسرون الحكم؟ وهذا المنطقي أكثر بالنسبة لي، أن عائلة الفينسموك الملكية الشريرة اللي أوريدي بروك يوم يتكلم عنهم مو كان يتكلم عن جاجي بس، أتوقع أنه كان يتكلم عن الفينسموك ككل، يعني جد سانجي وجد جد سانجي كلهم كانوا يحكمون الأزرق الشمالي بيد من حديد، إلين ما جاجي نفسه خسر الحكم هذا قبل فترة، يعني قبل لا يبدأ العلم حقه قبل لا يطور الجرمة، وحاليا يبي يرجع يستعيد أمجاده. فقاعد يقول أحلام أسلافنا هذه كلها ضاعت بسببك أيها الشيطان الملعون الحقيرة، حاقد عليه جاي يهاجم بحق. وهنا البيج مام تقول له
كذا الحسن تسأل وتقول جاجي لا تخاف مت بسلام، واعرف اني راح استخدم علومك هذه كلها اني اخلي هذا العالم مكان مسالم جدا، لحلمها انها تخلي كل الاعراق يعيشوا بمملكتها بدون تفرقة عنصرية. طبعا في هذه اللحظة قبضت جاجي بيدها اليمين كذا، ترفع يدها ويدها دخلت في ثم زيوس كذا، مسكت يعني يدها داخل زيوس من عن طريق ثمها مباشرة. صاعقة الرعد بوف كذا ضربة ضربت جاجي القناع اللي على وجهها بينج كسر حد. ولكن الحقارة من أودا حتى بعد ما انكسر القناع رافض يورينا حواجبه. يا أخي نظرة نظرة ولو جبر خاطر، حرام عليك يا أخي نظرة، نبي نشوف بس حواجبه يا أخي حرام عليك. طبعا في اللحظة التي سقط فيها يونجي ونيجي الابن الرابع والابن الثاني التفتوا ويا جداد وكذا كلهم افتروا عليه، وسيزر يقول هاي وين بتروحون، دعموني دعموني احموني لا تخلوني. هل بتتخلون عني الحين؟ طبعا هو كان خلاص قريب جدا من السور بيطلع، خلاص قرب من السور اللي لو طلع منه ما حد من أبناء البيجمان بيقدر يلحق المفروض، طبعا المفروض، ولكن هيهات هيهات فوق السور يا حبيبي فوق السور. كاتاكوري واقف له بالعصا الحديدية في يده وبوم في الصدام خلاهم يشمعون. وجه سيزر انخبز داخل صدر كاتاكوري أو بطن كاتاكوري طف، وكاتاكوري بكل برود يقول له almost كان باقي لك خطوه وتعدي السور، ولكن وين يا حبيبي وين مكانك هنا قاعد. ولازال الكاتب يتلاعب فينا، فجاه خلاص بينجون فجاه لا يمسكون، فجاه لا بينجون فجاه لا بينمسكون، حرام عليك والله صابنا تلفت خلاص. وفي هذه اللحظه ايتشيجي الابن الاول سباركينج فيجر ضربه حراريه قويه ناريه اجبرت كاتاكوري انه يفك جسمه عشان لا يتالم، لانه لوجيا في النهايه فتفكك في النص، هو كان مجمد جسمه عشان سيزر يصطدم فيه وما يعدي، فالضربه اللي جات من ايتشيجي خلته يفك التجميد هذا، سيزر فلت هرب منه. وايتشيجي يقول له جو كويكلي، طبعا ايتشيجي هو الوحيد اللي ما تخلى عن المهمه والتفت على ابوه، يعني عنده اصرار والتزام بالمهمه، تنفيذ المهمه فوق كل اعتبار. وفيتو قاعد يقول اورايت خلاص طلعنا عدينا، ونابي تقول له يلا انطلق يا سيزر رغم انك حثاله. وفي هذه اللحظه سيزر اللي كان طاير، اللي ما فهم الصوره، سيزر كان طاير وشايل على يده كابوني، الصدم بسيزر ثاني طاير ما كان شايل كابوني. بوف الصدام وجه لوجه، صدام بصدام يا رجل، شاحنه صدمت بشاحنه. سيزر يقول ها شابني انا قدامي. طبعا بدا سيزر يلاكم سيزر نسخه منه، باع وخر وخر عن طريقي ايش تظن روحك انت، وين واقف اجي، واللي تيجي يقول له ها تكلمني انا تغلط علي انا وبقص. فجاه نسخه سيزر طلعت وجهها لي برو لابسه، قالت له سيزر انا عندي شيء لازم اصفي حساباتي وياك يا حبيبي، بيني وبينك حسابات كثيره لعبت في عزمتي. كانت تقول له طبعا وهو شايل على ظهرها وقاعد يطير بالمرايه، ما راح اسامحكم بدفعكم الثمن، انت يا الخاين انت يا الحقير، فحين جاء وقت دفع الثمن فعلا. عيون سيزر طلعت من مكانه برول. طبعا في الوقت اللي كان فيه سيزر يتلاكم مع نسخه اللي هي برول، سيزر ما يدري ايش اللي صاير وراه، فالكاتب جاب لك الصوره من قدام، يعني من نفرض ان هذا سيزر الحقيقي مع كابوني وهذا برول قدامه، فجاه الصوره جايه من هنا خلف سيزر، وش اللي موجود؟ الباب انفتح وكل ابناء البيجمان مظهروا من السور اللي المفروض انه ما حد يطلع منه، وفوق السور وفوق الباب تماما كاتاكوري قابض على ايتشيجي الابن الاول من رقبته ومعلقه، مشهد يثبت مدى هيبه وجبروت مساعدين اليونكو. كاتاكوري داغ توث اسطوري في القوه، لا احد يقول، انا قلت لكم من البدايه لا احد يقول ان الكاتب خف بقى او اظهره بدون قوته، هذا عليه مليار و50 مليون بلي، قوة أسطورية بكل ما تعني الكلمة. وتنتقل المشهد ونشوف ريجو قابض عليها سموثي، وسانجي دايفوك وحطه في الأرض، ولوفي أغمى عليه فقد الوعي كومبليتلي بسبب أنه استهلك الهاكي أكثر من اللازم، ووزيرة الزبدة إذا ماني غلطان اللي كانت مسكتها من قبل اللي علقت نامي من قبل وعلقته أهو دايسة عليه دايسة عليه، يعني أكثر من كذا إهانة ما في. جاجي ملقى على الأرض والكاتب الحقير ومراضي يورينا عيونه، ليش ليش، والبيج مام ماسكه في يدها اليمين يونجي وفي يدها اليسار نيجي كذا عصرته بعصار، وقال ما حد منهم قادر يتحرك، التحالف كله والقوات والزعطه والبيضه كله باي باي يا حبيبي باي باي. سيزر يبكي يقول سقطوا كلهم، وكابون يقول هذه النهايه خلاص
متنا متنا موت موت لا محاله. ميتين ميتين يا رجل. طبعا جاب المشهد داخل بطن كابوني، بيدرو ماسك السيف يقول لنخرج ونقاتل، وجيم بيقول نعم لازم نخرج، اذا ما طلعنا بيموتون كلهم، لازم نروح نفزع وياهم. اثنين زياده ايش بيسوون يعني؟ ايش بيسوون في فزعه اذا كان اقوى ستة او سبعة او ستة او سبعة اذا انا غلطان؟ تفقعوا جيهم وسقطوا. حتى لو زدت اثنين الحين بعد ما تفقعوا جربقية ما في فايده، خلاص هزيمة نكراء لطاقم لوفي، هزيمة ما بعد هزيمة. فشل في مخطط الاغتيال، فشل في مخطط الهرب، فشل في كل شيء، فشل ذريع كامل. والبيج مام بكل نظرة وحشية، هل نبدأ مراسم الإعدام؟ خلاص إكسكيوشن، إعدام لازم نعدمه. لقتلت الفيسمو كلهم بتصير حقيقة اللي تبيه، وانتقمت من لوفي واستردت كرامتها، وكل اللي تبيه فعلا صار لها، وبتاخذ فعلا علوم الجرمة كلها لها، لأن عيال الفيسمو كلهم هذا موجودين ما حد منهم هرب. وفي هذه اللحظة حدث ما توقعه الكثير والكثير أيضا على اليوتيوب واتساب وسناب شات، يعني عدد لا يحصى أرسلوا لي هذا التوقع أن الصندوق سيسقط بالأرض وينفجر ويطيح البرج، وفعلا هذا ما حدث بالضبط. صندوق التبي تبي ماكو ما كان اسمه هذا، بينك بينك بينك، ويلمس الارض وينفتح وتطلع القنبله انفجار اسطوري جدا، لدرجه ان القصر اهتز. طبعا الجانب الايمن من القصر كان مظلم، الجانب الايسر من القصر اشعل ضيء من قوه الانفجار، والانفجار صار عند القاع، فطبيعي ان القصر كانك حاط ديناميت عند قواعد قصر وفجرته فالقصر بيطيح. ولكن السؤال المهم، على اي اتجاه راح يسقط القصر؟ لو قلنا ان هذا هو القصر، المايك هو القصر، ما حاول لي ما حركه عشان لا يطلع في صوت. البحيره اللي فيها قلعه الفيسمو كانت خلف القصر تماما، لو القصر سقط على ذا الاتجاه او ذاك الاتجاه او هذا الاتجاه ما في اي مشكله، ولكن المصيبه لو القصر سقط على مملكه الجرمه. هل هذا معناته ان مملكه الجرمه خلاص تدمرت بالكامل؟ لان قصر عملاق ترى مو بسيط، وسقوط القصر في اي اتجاه ثاني غير قلعه الجرمه هذا يعني ان جيش الجرمه نفسه راح يتحرك. ما نقدر نقول لهم بيسوون مساعده قويه او دعم جبار انهم يقدرون يهزمون البيج مام، ولكن جيش البيج مام نفسه بتكون عندهم اكبر مصيبه لو فعلا الكاتب سواها. مكتبه ماوندور اللي فيها السجناء واللي فيها المخلوقات الغريبه اللي قلنا من البدايه انهم لازم يظهرون، كنت اتوقع ظهورهم عن طريق اغماء ماوندور، ولكن حاليا ممكن يظهرون من طريق الانفجار واحتراق الكتب نفسها. الانفجار في النهايه نار، وجنبي اوضح لنا ان الطريق الوحيد انك تفك الكتاب او السحر اللي على الكتاب انك تحرق الكتاب، فلو النار وصلت فجرت عند القاع عند الدور الأرضي، وكانوا يقولون في الدور الأول موجود المكتبة حقت الحوش، وفي الدور اللي تحت الأرض أو نفس الدور الأرضي موجود فيه مكتبة السجناء. لو ظهروا ذيلي عدد مهول جدا من الوحوش والسجناء اللي حاقدين على البيج مام، هذيلي راح يكونون يسوون ربشة اللي تكلمنا عنها من البداية، ربشة مو طبيعية راح تخلي يعني فوضى عارمة بتخلي جيش البيج مام مو عارف يلحق على مين ولا مين، لوفي ولا غيره ولا فيسموك، وفزع جيش الفيسموك راح تساعد الفيسموك وكابوني واللي معانهم يهربون. كيف السيناريو اللي راح يهربون فيه؟ شو اللي بيصير؟ باقي فصلين على الصدمة الأسطورية اللي تكلم عنها الكاتب. شو اللي بيصير في فصل 873؟ ما أدري، مو بالأسبوع القادم، اللي بعده المفروض أن تكون نهاية الحدث، تدخل أسطوري، تحالف، سقوط، موت، قيامة، ما أدري شو اللي بيصير، لا أحد يسألني، ما بيتوقع، أنا خلاص بعد فقعة الوجه الأخيرة دي خلاص. طيب نجي حاليا لفقعة الجبهة اللي صارت من أودا الله يعطيه العافية. أنا كنت أتوقع أن لوفي عند القدرة والقوة أنه يقدر يهزم البيج مام. طبعا الكاتب ما يبغي يهزم البيج مام حاليا، ليش؟ ما يبي يظهر قوة لوفي على البيج مام، محتفظ بقوة لوفي لكايدو. إذا لوفي قدر يهزم كايدو فبالأكيد وبالتأكيد لوفي يقدر يهزم البيج مام. هل راح نعرف الإجابة على هذا السؤال الحين؟ لا طبعا ما راح نعرف الإجابة إلا لنهاية حدث وانو. وهل فعلا لوفي راح يهزم كايدو 1 اون 1 ولا بيهزمه بتحالف 10 وياه 15؟ ما ندري حاليا، ولكن إلي ما نشوف كامل قوة لوفي، حتى الآن لوفي ما استخدم كامل قوته، والضربة هذه اللي ضرب فيها البيج مام ما تدل على حتى ربع من قوته، لأنه استخدم نفس التقنية القديمة اللي استخدمها على دوفلامينغو. بتقولي ليش ما استخدم التقنية اللي بعدها؟ الإجابة واضحة، ما كان عنده حتى هك. بعد ما لكم لكم واحدة بالوضع الباوندمان فقد الهكي ورجع. ممكن المود اللي أقوى من باوندمان وتانكمان يتطلب هكي تصلب أعلى، وحاليا ما عنده هكي تصلب، خلاص على نهاية طاقته.
لا ننسى أنه تم يقاتل فترة يومين كاملين من دخل حدث البيجما أو من دخل منطقة البيجما، تقاتلوا من قبل مع النمل ومع يعني قتال طول فترة الرحلة ذي، قتال في قتال في قتال، ارتاح مدة ساعة أو ساعة ونص داخل بطن كابوني أو نص ساعة، ماني بذاكر المدة اللي يذكرها يكتب لي في الكومنت. فهذه ما مدة كافية لأنه يسترد كامل الحكي حق، ومن أول ما دخلوا من ظهروا من عند الكعكة وقاعد يستخدم حكي تصلب حكي تنبؤ، قاعد يقاتل كاتاكوري ويقاتل منه ومنه ومنه. فحاليا لوفي كلمته يوم قال لها أنا بعد ما هزم كايتو برجع لش، هذا دليل لوفي حاليا مهجوم، هذاك ما كان قصد بأنه يهزم البيج مام، أو حاليا هو مو مستعد لهزيمة البيج مام. وزي ما قلنا بداية الحدث هو من الأساس كان جاي عشان ياخذ سانجي ويهرب، بس لما استفزت البيج مام بالكلام رجع إلى الكاميرا لو لك واحدة على أساس أنه ما تقول عنه أنه هرب. تمنيت أنه هرب ولا لكامها عشان أكون معكم صريح، لأن اللي صار إهانة، يعني كان يكفي الإهانة اللي تلقاها من كان مسجون من موندور وما إلى ذلك، وكنا نقول أنه بسبة سانجي وما إلى ذلك. حاليا سانجي معاه والجاجي معاه الفيسبوك معاه ولا فادة شيء، برضو داس. هذا إثبات مدى قوة اليونكو، مدى قوة قادة اليونكو، مدى قوة البيجما وجيش البيجما، ما في كلام، لا أحد يكلمني. لكن هل لوفي يستطيع هزيمة البيجما أم لا؟ لازلت عند رأيي نعم يستطيع هزيمتها، لو أنه جاي بكامل طاقمه وقاعد يقاتلها بكامل قوته كان يقدر يهزمها، لازلت عند رأيي. والدليل على هذا ما راح يظهر الحين، بيظهر عند حدث وانو لما يقاتل كايدو. وإلا شو الفائدة أن لوفي يكون ملك القراصنة؟ كيف لوفي يصير ملك القراصنة يا جماعة الخير؟ قعدت الكلام هذا وزدت أكثر من مرة، الكل يقول مو الحين. طيب حاليا هو بيطلع من حدث البيجمان بيروح ستريت على وانو، يعني ما بيتدرب، ما بيصير شيء. إذا بيصير شيء واحد، إذا راح يصير شيء إضافي بس من فترة انتقاله من حدث البيجمان إلى وانو، هو يمكن يتعلم وقت الإيقاظ، وأنا أراه أنه ما راح يتعلم الإيقاظ إلا وقت قتاله مع كايدو. في وسط المعركة يطور نفسه، هذا نظام لوفي دائما، في وسط القتال يطور من قدراته، ما يروح يتدرب يرجع. هذا أول مرة تدرب سنتين ورجع على فكرة، وأتقن فيها الحكي التصلب وحكي الملكي والحكي التنبؤ، ولكن ليس إلى مستوى قوي جدا جدا حتى الآن، أو نقدر نقول حتى هذه اللحظة مو قاعد ما أظهر لنا الكاتب كامل قوته. حدث اليوجن، حدث دوفلامينغو، حدث البيج مام، كلها تمهيد لأقوى وأهم حدث اللي راح نشوف فيه كامل قوة لوفي ضد كايدو. أدري إنه ممكن هذا الشيء ما نشوفه إلا بعد سنة سنتين سنة ونص ثلاث سنوات، I don't know, I don't care. حدث وانا بيبدأ في 2017 حسب إعلان الكاتب، نهاية الحدث على الأقل بياخذ سنة ونص سنتين مينيمم، ما أتوقع أن الكاتب بينهي قبل كذا. بعد سنة ونص أو سنتين لما أشوف كامل قوة لوفي بذاك الوقت بقول لكم فعلا لوفي كان يقدر يهزم البيج مام أم لا لوفي ما كان يقدر يهزم البيج مام. الكاتب فقع وجهي في الحدث؟ نعم، في الفصل ده فقع وجهي، كنت متوقع شيء وصار شيء ثاني كومبليتلي، إهانة غير طبيعية لوفي، ولكن الكاتب عاوز كذا، يعني نقدر نقول انه حافظ على سمعة وهيبة اليونكو، وفي نفس الوقت عطى لوفي مخرج بسيط جدا. لوفي قال لها بعد ما هزم كايدو برجع لش، بس مش منطقي، اعيد واكد مش منطقي، لوفي ما راح يرجع لكي يقاتل البيج مام بعد نهاية الحدث هذا، بعد وانو ما راح يرجع يقاتل البيج مام، يا اما تسقط من نفسها، يا اما تسقط تموت، يا اما احد يتدخل، يا اما تتحالف مع لوفي باي طريقه او باخرى. مستحيل، انا مو بقدر استوعب هذه الفكره نهائيا، ان لوفي بعد ما يهزم كايدو اقوى مخلوق واللي هي نفسها قالت مستحيل انكم تهزمون ذلك الشيء، يرجع بعدين يقاتل البيج مام. بعد المفروض على طول يا البلاك بيرد يا شانكس. هذه وجهه نظري ورايي الشخصي، مو بشرط انه يكون صحيح، هذه مجرد اراء ووجهه نظري الشخصيه. اذا انت تشوف انه غلط هذا برضو رايك الشخصي، من حقك تقول ذا الشيء، انا ما عندي اثبات ودليل على ذا الكلام، الكاتب يظهر لنا خلال سنه ونص سنتين. في النهايه ما لنا ننتظر ونشوف اودا وين بيودينا، بس بليز اودا نهى الحدث هذا، خلاص نفسيتي تعبت، بليز بليز بس فصلين زياده ونهى الحدث باي طريقه كانت، خلاص ودى الريفري. مو معنى كلامي ان الحدث سيء او مو ممتاز، بالعكس رهيب وجميل وفي فقعات وجه طبيعيه، ولكن اعصابي تلفت يا عالم، بينحشون بيسقطون بيتحالفون بتموت بيهزمون كل في كل فصل يعطينا شيء بسيط بعدين يفقع، في نفس الفصل يوديك يمين بعدين يروح يسار بعدين يروح يسار بعدين يوديك يمين، يجيك يجي الابن الاول يضرب كاتاكوري يفككه بعدين يجي كاتاكوري يزنطه ويهزم، خلاص خلاص والله تعبت نفسي، الصندوق بيطيح لا مو بطايح، بيطيح لا مو بطايح، خلاص اعصابي تلفت والله العظيم اعصابي تلفت، لا الحدث بليز خلاص. أعيد وأكد مو بأني قاعد أقول الحدث سيء، بالعكس الحدث رهيب جدا، أودا مختلف عن أودا اللي تعودنا عليه وعرفناه في كل الحدث السابقة، وهذا شيء جدا جميل وإيجابي. كيف راح ينتهي الحدث؟ أتوقع أنه بتكون صدمة للكل بما فيهم أنا، الكل بينصدم من هذا الحدث. أتوقع أن أودا مجهز شيء خلال الفصلين ثلاث فصول الجاية ولا واحد منا توقعه،
ننتظر ونشوف صدمات أودا العبقري المجنون واللي بليزة تعذبنا أكثر من كذا. وكذا نصير وصلنا لنهاية انطباعنا المانجا ون بيس الفصل 871. أتمنى أنكم ما طولت عليكم. لا تنسوا أعطيكم العافية اشتراك في القناة اللي ما اشترك حتى الآن، الضغط على زر الإعجاب إذا عجبك الفيديو، نشر الفيديو لأصحابك. وفي الختام قولوا معي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شوفكم على خير. We'll be right back.